داري مسلم. منين تشتغلين؟ موقع انسيريا ومجلة الحياة. بدك تطلع اتحاد صحفيين بكره. أنا اشتكيت لؤي حسين. لؤي حسين هيدا مانو، هيدا مانو معارض، هيدا هيدا حصالة المجتمع. في أشخاص بالقسم المرجي، في ناس في ناس ولو ما كمشوا هيدا كان عم بده يتعرض ويتمني وكفر علي وقال بتطلعي لبرا. قلت له أنا ما بطلع لبرا. طيب احكي اشتكيتي في حدا راح شهد معك؟ دقيقة، في كتير ناس، كان في كتير في كتير ناس المسؤولين بالمنشأة موجودين وصحفيين موجودين، وفي ما بعرف اذا دخل هو دخل اكرم كوسا دخل بالموضوع وقال لي الموضوع علي. بس انا في شغله اللي كان عم يقدم القهوه والشاي هو هوني كان موجود، فقلت له انت بتشهد معي؟ قام قال لي ما بقدر اشهد معك، ممكن اتعرض لمساءله. وانا سجلت هيدا الكلام، يعني ما بعرف اذا شهود ممكن يكونوا موجودين ولا لا. وقت اللي وجه لك اي هذا الكلام كنت عم تسجلي؟ او ما لا مو كله، انا وقفت التسجيل حتى اخذ واعطي معه، عرفت كيف؟ سجلت شوي مو كله، انا عم سجل بموبايلي. يعني سجل شيء من شوي. من تهجم عليك شوي. انا وقت اللي جيت لسجل، وقت اللي عم بدي سجل الملاسنه فوقتها كفر علي، لانه بدي شو ما ارجيته بطاقه الصحفيه، اعتبر حاله انهزم لاني ما ارجيته بطاقه الصحفيه. قالوا هو يلي اخذ هون المشتري، كاني مشتري الاوتيل، هو مفكر حاله هيدا عيب يكون معارض، هيدا لازم ينقلع خارج سوريا، لانه نحن ما بيشرفنا هيك سوريين يكونوا موجودين هون. شكرا.